السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هعمل معاكم صبيط، عامله بطريقة ما يفكش في الزيت والكفر يبقى عليه، وهعمل معاكم الكابوريا عاملها بطريقة مسلوقة، طريقة جميلة وسهلة ومش تاخد معانا وقت خالص. شايفين الجبل؟ تعالوا نشوف بقى هنعملهم ازاي. في حلة كبيرة عندي هنا 2 كيلو كابوريا، هبدا ان انا انزل بيهم. انا غسلاها كويس جدا جدا ومصفياها، لان ساعات بيبقى فيها رمل وبيبقى فيها شبك. شايفين جميله ازاي؟ زي الفل. اشوف بقى الخضار اللي انا هحطه عليها عشان يديها طعم. عندي هنا جزرتين مقطعهم شرايح، بصلتين مقطعهم شرايح، 3 ليمونات مقطعهم شرايح، فلفل اخضر، فلفل حار، كرفس، 4 فصوص ثوم مقطعهم شرايح. هو ده كده الخضار اللي هحطه عليه. حاجه في منتهى الجمال وهتدي طعم حلو قوي قوي. اشوف بقى البهارات اللي انا هحطها عليها. عندي ربع معلقه شطه، ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره ناشفه، رشه فلفل اسود، نص معلقه ملح صغيره، لان القشريات بيبقى فيها ملوحة، فما زودش الملح عشان ما تبقاش ملحة معايا. وهنا انا مش هحط مية ولا حاجة، يعني هعتمد على المية اللي نازلة منها، فياريت ما حطش فيها ملح كتير. ابدأ انطقها زي ما انتوا شايفين، او تقلبوها زي ما انتوا عايزين. انا بحب اعملها كده عشان البهارات تدخل جواها والخضار يبقى مندمج معاها. هبدأ بقى أعمل الخلطة بتاعة الصبيط. عندي هنا قرن فلفل أخضر، وعندي قرن فلفل أحمر، وعندي حبة ثوم، وعندي هنا شطة وكمون وكزبرة ناشفة وربع معلقة ملح، وحاطة هنا كرفس كمان. الخلطة دي أنا هعملها لسمك مقلي وهعملها للصبيط المقلي. نفس الخلطة دي انا ينفع ان انا اعملها الجمبري، هتبقى جميلة جدا. بعد ما افرم الحاجة بتاعتي دي كلها هبقى احط الخل والليمون، مش هحطهم معاها وهي بتتخلط. عندي هنا صبيط انا غسلاه ومقطعاه قطع طولية زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا احط الخلطة بتاعتي عليه. واحط هنا معلقه خل، واحط هنا عصره ليمون. هبدا بقى اقلبهم على بعض. الخلطه دي بعد ما اتبل الصبيط بيها هسيبه لمدة نص ساعة عشان يبقى طعمه حلو والبهارات داخلة جواه. بعد كده هبدأ ان انا بقى اغلفه بالدقيق بعد مرور نص ساعة. عندي هنا الدقيق بتاعي 1 كوباية دقيق كبيرة و2 كوباية نشا. حطيت نشا هنا ليه؟ بيخلي الكفر ثابت عليه وديله لون فاتح حلو، وكمان ما بيخليهوش يشرب زيت. نفس الطريقة نقدر نعملها في الجمبري. الدقيق هنا انا بحب ان انا اطعمه، فحطيت نص معلقة بابريكا او شطة زي ما انتي حابة، ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة ناشفة، ربع معلقة ملح، وممكن رشة ملح. يعني لو انتي مظبطة طعم التتبيلة بتاعت الصبيط او الجمبري ما تزوديش الملح في الدقيق، هو هيخليه كده يطلع مظبوط جدا جدا. ابدا بقى اقلب الدقيق بتاعي. كده تمام جدا، الخلطه بتاعتي جهزت. هجيب بقى الصبيط بعد ما سبته في التتبيله يتشرب كويس جدا. هبدا بقى ان انا اغلفه بالدقيق، اغلفه كويس جدا جدا عشان ما يفكش مني في الزيت، والقشريات عموما ما ينفعش ان انا احطها كتير في الزيت،
هي مدة 10 دقايق بس زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اغلف الكمية كلها. لو انا عايزة احافظ على الكفر اللي بيبقى على الدقيق على الجمبري او السبيط بعد ما تبله، بحطه في الفريزر لمدة 10 دقايق او بحطه في التلاجة لمدة نص ساعة زي ما انتي تحبي. هبدأ بقى اكمل باقي الكمية زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى الكابوريا انا حطيتها على النار، هسيبها لمدة ربع ساعة، ممكن اضيف لها كوباية مية. بصوا بعد مرور ربع ساعة ما شاء الله استوت ولونها غير وشكلها حلو جدا جدا، وريحتها قلبة الدنيا، طعمها كان جميل جدا جدا وريحتها تحفة جدا جدا. طريقة سهلة قوي، مفيش اسهل من كده. هبدأ بقى اقلي الصبيط بتاعي، ما زودش في وقت الكابوريا على النار يا جماعة عشان ما تنشفش مني ويبقى طعمها مش حلو. في زيت سخن وغزير هبدأ ان انا انزل بالصبيط بتاعي، وزي ما قلت لكم ياريت تسيبوه 10 دقايق في الفريزر عشان يبقى الكفر عليه متماسك وما يفكش مني زي ما انتوا شايفين كده. هحط كمية صغيرة، مش هحط كمية كبيرة عشان ما يلزقش في بعضه. هحطه لمدة 10 دقايق، ما تزوديش عن كده عشان ما يشدش معاكي ويبقى مش حلو. كده كمية كافية قوي. هبدأ ان انا اقلبه لغاية ما ياخد معايا لون ذهبي جميل، ما بياخدش وقت خالص على النار، هو يدوبك 10 دقايق. حتى انا مش مسرعة على الفيديو عشان خاطر اوريكم بيبقى عامل ازاي. شايفين هو اللون ده اللي انا عايزاه، لون ذهبي فاتح وجميل. بعد ما الكوبري استوت والسبيت استوى، شايفين الجمل شكلها تحفة وطعمها حلو جدا جدا، وطريقة بسيطة جدا مش تاخد منك وقت. ليه نشتري الحاجة من مطاعم غالية؟ لا، احنا نعملها في البيت وهنوفر وهناكل احلى حاجة وانضف حاجة بايدينا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، او ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.